الناس مش مستنيانا وعمالين الناس مستنيه السحب طبعا. السحب الناس مستنيه يعني نبدا السحب مع حضراتكم ماشي. على صفحه الفيسبوك يا جماعه بنفكركم مره تانية 5 تيشرتات انا هقول ستوب انت هتقول بتوقيع نجوم نجومك المفضلين اللي هنعمل دلوقتي الشاشه هتفضل تسحب في الاسماء وحضرتك هتقول ستوب اول ما تقول ستوب هنعلم بالسهم ده على الاسم اللي ان شاء الله هيكون فائز بطريقه عشوائيه فضل الكابتن رمضان مع اول قال النتيجه صح طبعا بس طبعا اتفضل يا كابتن حضرتك مع اول ستوب مع اول ستوب ستوب احمد محمد لا اختار حضرتك اسم احمد محمد احمد محمد بس اتوقع غلط اتوقع احمد محمد ده لازم واحد يكون متوقع صح طيب نعملها تاني اتفضل ستوب ستوب اختار يا فندم اختار يا كابتن النتيجة بس صح في مفيش حد جاوب هنا في حد واحد نتائج في حد واحد واحد اتفضل يا كابتن رمضان ما هو مفيش واحد واحد مفيش لسه وكله فعلا كان متوقع فوز الاهلي متوقع 4 3 يعني اقل حاجه كان في نتيجه من شويه كده 1-1 كان متوقع الناس كلها كانت متوقعه طبعا ان الاهلي يكسب مين توقع الاجابه الصحيحه نتيجه مباراه الاهلي والانتاج الحربي كانت 1-1 ناس كتيره جدا مشاركه بس النتيجه غلط كل النتائج يعني توقعات الحقيقه يعني فاقت التوقعات الاجابات فاقت التوقعات طبيعي يعني مع احترامي طبعا للانتاج الحربي عمل مباراه كويسه لكن كان طبعًا. من الطبيعي فوز النادي الاهلي طبعا يعني قبل المباراه طبعا كله كان متوقع كده فاللي تلاقي توقع 1-1 ده هتلاقيه يعني بصعوبه شويه طب هو بتوع الاعداد زي ما حضراتكم شايفين يعني كميه المشاركات يعني لا حصر لها بس كلها فوز 4-3-2 4-5 وبرده الساده اللي بيشاهدونا طبعا عايز برده اقول لكم ان كمان بكره في سحب 5 تيشيرتات تانيين لمباراه النادي الاهلي واسوان برده ان شاء الله باذن الله يكون معانا 5 فايزين ان شاء الله ب5 تيشيرت من النادي الاهلي طب ده ما حدش عامل 1-1 عبد الله العجوز اهو عبد الله العجوز ده انت اللي اخترته كده كابتن انا اللي اخترت عبد الله العجوز عشان الوحيد اللي 1-1 عندنا 4 اختيارات تانيين لسه في 4 اختيارات تانيين اول واحد عبد الله العجوز الف الف مبروك واو عبد الله العجوز ناقص 4 اسماء تانيين اتفضل هيجيب الجول 2-0 3-0 للاهلي ان شاء الله 4-0 للاهلي 3-0 للاهلي باذن الله 2-0 للاهلي اقل حاجه 1-0 3-1 ان شاء الله 3-0 للاهلي ان شاء الله 2-0 و2-1 للاهلي 2 برضو 1 2-1 2-0 3-1 3-0 احنا مش هنعرف نجيب الاربعه 1-0 لنادي القرن 2-1 5-0 توقعات يعني كلها اصل كمان الكابتن التعادل 1-1 ده يعني حتى اللي هيقول لك تعادل هيقول لك 0-0 ممكن الاهلي يتعادل 0-0 1-1 قليل قوي طبعا كل التوقعات عبد الله بصراحه عبد الله العجوز للاهلي ويا رب نكسب 2-0 ان شاء الله مش مهم الجايزه مش عارفه اشوف 2-0 مش مهم الجايزه اهم حاجه الاهلي يكسب والله 4-0 الاهلي فين 3-0 4-0 1-0 للاهلي ويا رب اكسب ان شاء الله تكسب بكره ان شاء الله لا قليل قوي انت شايف ان النادي الاهلي ازاي يا كابتن مباراه نادي الزمالك هم الفرقتين يا هاني مش فت بالظبط لسه ما وصلوش طبعا للتوب فيت لا طبعا
يعني يمكن مثلا النادي الاهلي زي ما قلنا قبل مثلا لا كان واضح واضح الامور واضحه جدا جدا وفي فرق جامد جدا. يعني انت لو مباراه الاهلي والزمالك كانت بتتلعب قبل الكورونا الحقيقه لا كان نسبه النادي الاهلي في الفوز كبيره جدا جدا جدا. لكن الحقيقه الفتره دي فيها حاجات الحقيقه فيها لخبطه شويه. يعني اولا التشكيل بقى فيه تغييرات كتيره ويعني بطلب من مستر فايلر الحقيقه ان هو برده يعني زي ما كنا ماشيين مركزين يعني كان مركزين بشكل كبير جدا. النهارده انت لما بتيجي تلعب مثلا قفشه مثلا ناحيه اليمين او ناحيه الشمال كجناح صعب وبتفقده اهم ميزه عنده صناعه اللعب وان هو كمان بيعرف يسدد وبيعرف يجيب جول. يعني زي امبارح مثلا على فترات اللي هو لعب فيها في الحته دي لا حاجه عمل فارق سوبر سوبر. لكن انا بقول الحقيقه لازم نرجع تاني لاسلوب لعبنا ويمكن احنا بس عندنا مشكله في الاصابات اللي هي في الاجنحه الحقيقه اذا كان بيردوا يعني احمد الشيخ شويه احمد الشيخ شحات لسه ما رجعش طبعا يعني يمكن اجايه الحقيقه لازم يلعب في الحته دي اذا كان ناحيه الشمال ناحيه الشمال بالذات لان كان في ثنائي الحقيقه كان موجود في الموسم اللي فات وكان موجود في الفترة الأولانية ثنائي يعني هايل ما بين علي معلول وما بين أجاي تفاهم. نتمنى إن الإصابات ما تأثرش عليهم في الفترة اللي جاية بالذات. بالظبط. وحضرتك نورتنا معاد نهاية الحلقة جه للأسف للأسف. لا أنا اتشرفت بحضرتك وبوجود حضرتك معانا في بيتك الكبير يا كابتن رمضان. ربنا يخليك نورتنا يا كابتن. ربنا يخليك نورتنا. أنا سعيد جدا جدا إن أنا كنت معاكم النهاردة. إحنا اللي أسعد. ربنا يخليك. إحنا اللي أسعد. شرفتنا يا كابتن رمضان. احنا بنفكر حضراتكم ان عبد الله العجوز هو من فاز بنتيجه المباراه الاهلي والانتاج الحربي. كان صعب جدا التوقع بالتعادل ده فعلا حقيقي وزي ما شفنا معاكم نظرا للمصداقيه والشفافيه بنتعمد ان احنا نسكرول او يعني نفوت الصفحه نبين نبين الصفحه كل حاجه على الهواء والنتائج بالاسماء كل حاجه واضحه قدام حضراتكم. عبد الله العجوز فاز لسه اربعه تانيين بس عبدالله. عشان عبد الله انا اللي اخترتك عبد الله اه دي حقيقه انا اللي اخترتك عبد الله. بعد الحلقه ان شاء الله مباشره الاختيار يعني لسه ناقص اربعه تانيين هنختارهم ان شاء الله عن طريق صفحه الفيسبوك. ده ميعاد نهاية الحلقة للأسف وكمان خلي بالك يا سهام كمان بكرة إن شاء الله كمان معادنا مع خمسة تيشيرت كمان لنتيجة النادي الأهلي وأسوان إن شاء الله هيكونوا موجودين معنا بكرة. يعني معنا بكرة خمسة وكمان بلس أربعة من اللي ناقصين النهاردة فإن شاء الله بكرة تسعة فايزين بتيشيرت عليه توقعات نجوم النادي الأهلي طبعا إن شاء الله. إحنا بنشكركم شكرا جزيلا. دي نهاية حلقة البيت الكبير. بكرة حلقة جديدة من البيت الكبير. نورتونا. كل سنة تصبحوا على خير وأنتم طيبين.